مدام رجاء شفيق، وهي حالة شجاعة جاية النهاردة تحكي لنا عن التجربة بتاعتها وإيه اللي حصل معاها، إيه الأعراض اللي شافتها في الأول وإمتى راحت وإيه اللي حصل معاها بالظبط، هنعرف أكيد بالتفاصيل. أهلا بيكي معانا، أهلا بيكي، منورانا في الاستوديو. ميرسي. أنا عايزة أعرف منك الأول خالص، الموضوع ده حصل معاكي إمتى؟ اكتشفتيه إزاي؟ ويعني احكي لي في البداية كده إيه اللي حصل معاكي؟ سنة 2007 اكتشفته إن هو كبر، لكن من 2004 هو كان حاجة صغيرة جدا، اللمسة خفيفة جدا تحت ايديا. بس انت من 2004 حاسة ان في حاجة غريبة بتحصل. بس مش فاهمة هي ايه. لما كبرت رحت للدكتور، عمل لي العملية وقال لي الاول، قال لي هنعمل عينة. لا انت رحتي للدكتور قبل الدكتور ده. رحت للدكتور جراح. جراح الاول. فقال لي لا عملية. من غير ما يحلل ولا يطلب منك ما طلبش تحاليل، اي حاجه، يقول لك عمليه وخلاص. ما فهمش يعني ايه عمليه، عمليه ايه، طب في ايه، ما قاليش. فخفت إليت. منه. طيب اتصرفت صح. ورحت للدكتور تاني. فقال لي طب نعمل عينه بالابره. رحت عملت عينه بالابره في معمل، طلع الورم حميد. خدت الريبورت ورحت للدكتور، قال لي طيب كده احنا هنعمل عمليه استئصال الورم بس. فعملنا العمليه وهو بيشيل الورم، لقى متشعب جدا. ايوه. فقال لي لا خدي حلليه في مكان تاني. رحت حللت في مكان تاني، طلع ورم سرطاني. فاخدت الريبورت ورحت للدكتور، قال لي طبعا عرفتي النتيجه، لا احنا كده لازم ايه، هنشيل الثدي كله وهنشيل الغدد الليمفاويه. فحدد لي يوم السبت، وانا كنت عامله العمليه الاولانيه يوم الثلاث. فعملت العمليه، وبعدين بعدها بشهر تقريبا قال لي نروح بقى لدكتور اورام، علاج اورام. فرحت، قال لي لازم 6 جلسات علاج كيماوي. وبعدين شويه كده بعدها بشهر خدت 25 جلسه اشعه. وبعدين بعدها برضو على طول تقريبا اخدت 5 سنين علاج هرموني. والكلام دوت كان 2007. خلصت الحمد لله بقالي سنة وشوية، بعمل دلوقتي متابعة سنوية أشعاعات عشان تطمني انه انت تمام وما فيش حاجة. والحمد لله. تجربة صعبة جدا. طبعا تجربة صعبة، وكان الكيماوي هو أصعب ما في التجربة. عشان سقوط الشعر. والصحة بقى بتبقى فيها ميدان. ونقل دم والهيموجلوبين بيبقى واقع جدا. مين كان واقف جنبك في المرحلة دي؟ مين كان واقف جنبك في مرحلة العلاج الكيميائي؟ بصراحة جوزي وبناتي وصحابي واخواتي كل حبايبي. بشكر ربنا. بس أول ما عرفتي أكيد طبعا جوزك اتصدم وأنتي اتصدمتي وبناتك اتصدموا صدمة كبيرة جدا. فبس أنتي كان، أنا اللي أنا عارفة أن أنتي كان عندك إيمان كبير وكنتي واخدة يعني الموضوع بصدر الأخر. أنا ما اتصدمتش زيهم، لأن أنا ما كنتش يعني، أنا عارفة أن هو مرض وحش، بس إيه الوحش اللي فيه؟ إيه خطورته؟ أنا ما عنديش معلومات عنه خالص. ابتديت اقعد على النت واقرا عنه واعرف وكده، واقرا حاجات كتير وكده، ورحت المؤسسه المصريه لمكافحه سرطان الثدي، ادونا بروموشن ملم بالموضوع كله. عباره عن ايه الورم ده، وعباره عن ايه الكيماوي، وعباره عن يعني خدنا معلومات كافيه، وادونا كتيب عن الاكل، ايه الاكل الصحي اللي ممكن ناكله. وايه الاكل اللي ممكن نبعد عنه. ليه جالك يعني، هل كان وراثه مثلا عندكم في العيله؟ لا، ما فيش حد خالص في العيله. طب ليه غريبه يعني، انه دايما مثلا بيقولوا اصله ممكن يكون مرض وراثي. هل مثلا نظام اكلك كان فيه مثلا بتاكلي حاجات كتير فيها دهون كثيره؟ او ابدا ما باكلش دهون كتير. امال كان ايه المشكله؟ على طول يعني شخصوا لك، قالوا لك لا، هم شخصوه على انه هرموني. هرموني. ما فيش اسباب تانية يعني. طب الحمد لله على السلامة، والحمد لله ان انتي قمتي بالسلامة. طيب.